السلام عليكم ورحمة الله. تحركات جديدة على ما يبدو تصب في إطار عودة المشاورات السياسية اليمنية. في بون الألمانية اجتمعت اللجنة الرباعية الخاصة باليمن على هامش اجتماع مجموعة العشرين، فيما كان السفير اليمني في واشنطن قد أكد أن الإدارة الأمريكية الجديدة تدعم الحل السياسي للأزمة اليمنية، مع ضمان أن يكون هذا الحل بعيدا عن مكافأة إيران والجماعات التابعة لها. على الرغم من الجمود القائم الذي يشير إلى أن المسار السياسي للأزمة اليمنية وصل إلى نهايته، مع عدم قدرة المبعوث الأممي على تحقيق أي اختراق في هذا المضمار منذ انطلاق هذا المسار، يبقى الحديث عن عودة هذه المشاورات السياسية قائما في كل الأحوال. في بون الألمانية اجتمعت اللجنة الرباعية الخاصة باليمن على هامش قمة دول مجموعة العشرين بحضور المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، وحتى اللحظة لم تخرج عن هذا الاجتماع أي نتائج، فيما كانت الإدارة الأمريكية تؤكد أنها مع حل سياسي في اليمن لا يكافئ إيران ولا يضر بمصالح المنطقة. ما هي إمكانية عودة المسار السياسي في هذه اللحظة؟ وما هو شكل الحل الذي تريده الولايات المتحدة في اليمن؟ وكيف ستسهم الإدارة الأمريكية الجديدة في جهود الحل؟ نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. على وقع تحذيرات المنظمات الدولية المتكررة من استمرار الكارثة الإنسانية في اليمن، تتحرك السياسة بشكل هامشي وبطيء مقارنة بسير المعارك على الأرض. تحركات دولية لإنقاذ العملية السياسية التي فشلت كل جولاتها في إحراز وقف لإطلاق النار المشتعل في اليمن منذ عامين. فعلى هامش اجتماع مجموعة العشرين في مدينة بون بألمانيا، عقدت اللجنة الرباعية الخاصة باليمن لقاءها بحضور المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ. طبيعة التحركات الدولية الجديدة تشير لأن حلحلة هذا الجمود ربما يأتي من واشنطن، خصوصا مع تصريحات أمريكية تنبئ عن سياسة مختلفة عن إدارة أوباما. السفير الأمريكي لدى اليمن قال لصحيفة الشرق الأوسط أن واشنطن تسعى لحل سلمي يدعم جهود المبعوث الأممي طالما التزمت بالمرجعيات الأممية للسلام في اليمن. تتزامن تصريحات السفير الأمريكي مع تأكيد سفير اليمن لدى واشنطن بأن إدارة ترامب حريصة على التوصل لحل سياسي يضمن أمن الخليج ويحقق الأهداف الأمنية لواشنطن، وفي ذات الوقت لا يكافئ إيران. بالمقابل تبدو إيران قلقة من التوجه الأمريكي الجديد، وهو ما دعاها في نظر مراقبين إلى تحرك دبلوماسي قادها إلى عمان والكويت. لكن هذا التحرك يتعرض والتصعيد العسكري لذراعها المسلح في اليمن الذي قام بإطلاق صاروخين باليستيين على مدينة أبها السعودية. يبقى السؤال إلى أن تمضي اليمن، وهو سؤال ما زال معلقا في زحمة الصراع المحتدم بين السياسة والحرب. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، وأبدأ هذه الحلقة مع مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي من الرياض. مساء الخير مختار. أهلا وسهلا، مساء النور عليك وعلى المشاهدين الكرام جميعا وضيوفك الكرام. أهلا ومرحبا بك أستاذ مختار. اجتماع جديد للجنة الرباعية الدولية الخاصة بالملف اليمني، باعتقادك ما هو الجديد لهذا الاجتماع؟ طبعا الاجتماع يأتي، الجديد في هذا الاجتماع أنه حضور وزير الخارجية الأمريكي الجديد الذي استلم مهامه مع الإدارة الأمريكية الجديدة. وطبعا كانت هناك تصريحات نارية للإدارة الأمريكية الجديدة، أكدت فيه أولا لأول مرة أن الحوثيين جماعة إرهابية وهاجمت أذرع إيران في المنطقة، وهاجمت حتى إيران نفسها، وهاجمت أيضا البرنامج النووي. إذن نحن أمام إدارة جديدة، موقف جديد، لكن حتى هذه اللحظة لم تظهر الموقف الكلي للأزمة اليمنية في الإدارة الأمريكية الجديدة، سوى تصريحات بسيطة تم تناولها. اليوم كان هناك بيان أكد فيه السفير الأمريكي، وأكد فيه تصريح صحفي للسفير الأمريكي أن الإدارة الأمريكية الجديدة تدعم السلام وتدعم سبل التوصل إلى حل سياسي وسلمي، بالتالي ليس هناك جديد فعلي على أرض الواقع في الموقف الأمريكي الحديث، سوى أن الأمم المتحدة تقوم بحراك دبلوماسي، والأمين العام للأمم المتحدة قام بزيارات للمملكة العربية السعودية وكذلك إلى سلطنة عمان. بالتالي نحن أمام حراك دبلوماسي جديد، لا نعرف ما هو الجديد فيه. لم يتم تغيير خارطة إسماعيل ولد الشيخ أحمد التي رفضتها الحكومة جملة وتفصيلا، ورفضت التعامل معها أو التعاطي معها بأي شكل من الأشكال. ننتظر بعد الاجتماع الذي تم اليوم في مدينة بون الألمانية،
في الذي تم بين الرباعية الدولية. ننتظر هل هناك رؤية جديدة، هل هناك خارطة جديدة على ضوها كيف ستتعامل الحكومة اليمنية إزاء ذلك. هذا هو الجديد. كيف تنظر لمشاركة عمان وأيضا ألمانيا في هذا اللقاء؟ هل يمكن أن يساهم بشكل أو بآخر في الدفع العملية السياسية؟ بكل تأكيد أن مشاركة سلطنة عمان للمرة الثانية أنا أعتقد من وجهة نظري أنه جانب إيجابي، لأننا نعرف علاقة سلطنة عمان بجميع الأطراف، هي ليس لديها موقف متشدد من الأزمة اليمنية، بالتالي قريبة هي من الطرف الآخر. الطرف الآخر لم يعد لديه أي نافذة نحو العالم إلا سلطنة عمان. سلطنة عمان تلعب دور إيجابي، بالتالي أنا أنظر لمشاركة سلطنة عمان في اجتماعات الرباعية للمرة الثانية أنه سيسهل من الوصول للحل السياسي والسلمي، في حال أننا نعلم أن سلطنة عمان أعلنت أكثر من مرة أنها ستلعب دور إيجابي، وهناك معلومات أنها ستكون ضامن على الطرف الآخر وهو الطرف الإنقلابي. بالتالي مشاركة سلطنة عمان سيكون إيجابي في الدفع نحو العملية السياسية نحو الأمام. الجمود القائم على المسار السياسي منذ فترة يوحي بأن هذا المسار ربما وصل إلى نهايته، هل هذه التحركات الأخيرة عبارة عن إعادة تفعيل هذا المسار، وإلى أين يمكن أن يصل؟ هو طبعا لم يصل إلى النهاية، المسار السياسي قائم، ولكن هناك في أوقات تكون هناك في برود نحو الوصول للحل السياسي والسلمي، بفعل أن هناك رؤى تم تقديمها تم رفضها من طرف الحكومة أو من الطرف الآخر، وهذا يعيق طبعا التوصل نحو اتفاق سياسي وسلمي. قبل ذلك كانت هناك مشاورات، كانت هناك 4 جولات مشاورات، 2 في جنيف و2 في الكويت، وكان هناك ترتيب لإنعقاد مشاورات جديدة، وكانت هناك لجان تهدئة ستجتمع في الأردن، ولكن رفضها الطرف الآخر. بالتالي علينا أن ننظر من الذي يعيق عملية التسوية السياسية. أيضا كان لدينا موقف أمريكي متراخي من الأزمة اليمنية، سهل للطرف الآخر التلاعب بالمسار السياسي والسلمي. الآن نقول أنه لو تم تقديم رؤية جديدة من قبل الرباعية الدولية وتم دعمها من قبل الأمريكان، سنكون أمام معادلة جديدة، وستدخل الحكومة بشكل إيجابي نحو التوصل نحو اتفاق سياسي وسلمي. نعم. لأن الجميع سئم الحرب، والجميع يريد الوصول إلى إنهاء للحرب والدمار والأوجاع التي لحقت بالشعب اليمني. نعم، فكرة أن يعود المسار السياسي في هذه اللحظة أستاذ مختار مع التقدم العسكري الذي تحرزه قوات الشرعية، يعني كيف تقرأ موقف الحكومة بالنسبة لعودة هذا المسار في هذا الوقت، ويعني الشرعية تحرز تقدم وتتقدم في معظم الجبهات؟ نعم، الشرعية الآن تتحرك بصورة أوسع من ذي قبل، أصبحت متواجدة في الداخل، حلت كثير من المشكلات، أهمها مشكلة نقل البنك المركزي وتسديد الرواتب حتى للمناطق التي ما تزال بيد الميليشيات الإنقلابية. تواجدها طوال الفترة الماضية في الأراء في داخل اليمن جعلها تتحرك بصورة أكبر وبقوة أمام المجتمع الدولي. بالتالي أنا أعتقد الآن حينما تغيرت المعادلة العسكرية على أرض الواقع، تغيرت المعادلة السياسية لدى الحكومة اليمنية. هي الآن تنتظر أن يتم تقديم رؤية جديدة تتواءم مع المرجعيات المتفق عليها. بالتالي لو تم تقديم هذه الرؤية، أنا أعتقد أن الحكومة ستتعاون وستتعامل بإيجابية مع الوصول إلى الحل. الحكومة في الأول والأخير تريد أن تنهي الأوجاع على الشعب اليمني، وتريد أن تصل إلى حل سياسي وسلمي، لكن بنفس الوقت لا تريد سلام هش، لا تريد سلام يكون لحظي فقط، يعني لفترة بسيطة ونعود بعد ذلك للحرب والدمار. أولا سلاح الميليشيات لا بد أن يتم سحبه، انسحابهم من المناطق والمحافظات، بعد ذلك ممكن أن تناقش الشرعية موضوع تشكيل حكومة أو تعيين نائب رئيس أو غيرها. نعم. من ما يتم طرحه في حينه. نعم، تأكيد الإدارة الأمريكية على أنها مع الحل السياسي في اليمن، يعني هل هناك أفكار جديدة بهذا الخصوص قدمتها الإدارة للحكومة اليمنية؟ حتى هذه اللحظة كما أكدت لك مسبقا أنه لا يوجد هناك أي رؤى تم تقديمها لا من قبل الأمريكان ولا حتى من قبل الرباعية الدولية التي كانت هي من قدمت خارطة إسماعيل الدشيخ أحمد التي رفضتها الحكومة. بالتالي الآن بعد تغيير الإدارة الأمريكية الجديدة واستلام ترامب للسلطة، أعتقد أنه سيكون هناك رؤى جديدة يتم تقديمها للحكومة الشرعية. على ضوء ذلك سيتم الوصول إلى الذهاب لمشاورات جديدة، وبالإمكان بعد أن فقدت الميليشيات الإنقلابية أراضي شاسعة ومناطق استراتيجية منها في الساحل الغربي المخاء وغيرها وتضييق الخناق عليهم في الحديدة، أعتقد أنهم سيقدمون تنازلات في المشاورات القادمة، لكن هذه المشاورات أو هذه الرؤى لا
لابد ان لا تخرج عن الاطار المتفق عليه والمرجعيه المتفق عليها وهي المبادره الخليجيه مخرجات الحوار الوطني والقرار الدولي 2216. مستشار وزير الاعلام الاستاذ مختار الرحبي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. ونشرك معنا في الحديث من القاهره الكاتبه والباحثه السياسيه ميساء شجاع الدين. مساء الخير استاذه ميساء. مساء النور، اهلا بك معنا. استاذه ميساء، يعود من جديد الآن الحديث عن الحل السياسي، هل باعتقادك لا زال ممكن الحديث عن هذا الحل في هذه اللحظة وأيضا التغير الذي حصل على الميدان بالنسبة للشرعية؟ طبعا تطور كبير لا حصل في المخا، لكن الكلفة الإنسانية لاستمرار الحرب في سهل تهام أو وصولها للحديدة نعم ستكون ثقيلة وستكون مرهقة للجميع، فبالتالي ربما يظل التسوية خيار مطروح أكيد، خصوصا ان الحوثي لا يريد الضغط عليه في هذه النقطه. يعني الحديده في الاخير هي بتقدم له واردات كبيره، وبيستاهل هو امكانيه انه ينتصر في حرب سهليه ضعيفه جدا، مثل مش مثل الجبل يعني، بيستاهل الفارق العسكري سيظهر بشكل قوي جدا وسيكون مرجح لصالح التحالف خاصه مع الغطاء الجوي. نعم، لكن الجبال فيها حروب عصابات وكر وفر، فبالتالي ممكن الحوثي انه يراوغ ويظل فيها فترة طويلة أو ممكن يحقق فيها انتصارات صغيرة، فبالتالي إمكانية أنه يخسر عسكريا سهامة كبيرة. لكن هنا في نقطة ثانية، أن أيضا الوضع في عدن والصراع داخل معسكر الشرعية الذي حادث في عدن أيضا يضغط على الطرف الآخر، يضغط على السعودية في أنها في رغبتها في إنهاء الملف قبل ما يبدأ ينفجر الأوضاع بشكل أكبر هناك. نعم، ايضا ذكرتي بان يعني معركه الساحل الغربي بالنسبه للانقلابيين هي معركه خاسره والكفه مرجحه بالنسبه للتحالف العربي والشرعيه، اذا هل تعتقدي بان الميليشيا ستتفاوض هذه المره من منطقه الجديه وتخضع لاي شروط؟ ربما لا ادري، يعني في الاخير هي جماعه عقائديه صعب التنبؤ بتصرفاتها. نعم، وهم مغامرين يعني ممكن يخوضوا المغامره حتى اخر لحظه يعني. فربما، لكن مثل ما قلت لك هي من ناحية خسارتهم للحديدة خسارة محتملة، هي مسألة زمن. نعم، في النهاية لكنها هتكون خسارة كبيرة بالنسبة لهم لأنها بتورد لهم الدخل للحديدة وهتخنقهم في وسط الجبال، لكنها أيضا كلفتها الإنسانية ستكون كبيرة جدا على اليمنيين في الجزء الشمالي اللي هو عددهم مش أقل من 20 مليون، لأن الحديدة هي اللي بتورد لهذا ال 20 مليون المواد الغذائيه وغيرها. تعتقدي من وهذا يعني امر صعب؟ نعم، تقصدي بالكلفه الانسانيه حتى. نعم، تقصدي بالكلفه الانسانيه اذا حدثت في الحديده من يعني منطقه مواجهات ومنع كل ما يصل الى الحديده من ما يحتاجه المواطنون في المحافظات الاخرى. منطقه حرب. نعم بالضبط، اذا تحولت الحديده لمنطقه حرب اغلاق هذا الميناء سيكون خانق ايضا لليمنيين ككل في الشمال، خصوصا ان اليمنيين معتمدين على المواد الغذائيه القادمه من الخارج ما فيها القمح والرز والمواد الاساسيه. نعم، في العوده استاذه ميساء للعوده السياسيه، شاهدنا خلال الفتره الماضيه صعوبه على هذا المسار، هل هذه المره يعني نستطيع القول بانها نضجت هذه الشروط وضحت كل الرؤى لجميع الاطراف؟ هي نفس الأفكار يعني بتدور حولها، اللي هي الحكومة التوافقية، انسحاب الميليشيات من المدن على رأسها صنعاء، تسليم السلطة يعني هذه تنحى عن السلطة بشكل ما سواء بشكل تدريجي أو بتسليمها للنائب متوافق عليه أيا كان، يعني هي نفس الأفكار مطروحة منذ أول الحرب يعني. نعم، دائما المشاكل هي في التفاصيل، كيف هادي ممكن يترك السلطة، هل يتركها بشكل تدريجي، هل المرحلة الانتقالية ظل هادي موجود، من هو النائب، كيفية الانسحاب، ما هي اللجان التي تكون مكلفة بالتسلم السلاح وبتسليم استلام المدن. نعم، هذه أمور كلها هي هنا تكمن التفاصيل، هذا غير القضايا الشخصية يعني مصائر. نعم، الأشخاص. نعم، مصائر أشخاص مثل علي عبد الله صالح، مثل هادي، هذه قضايا برضو مهمة بالنسبة للأطراف المختلفة. تأكيد السفير الأمريكي في اليمن أن إدارته مع الحل للأزمة في اليمن سياسيا، برأيك هل سيكون شكل الدور الأمريكي في الأزمة اليمنية خلال الفترة المقبلة داعم للشرعية كما يعني بدأ منذ وصول ترامب إلى الإدارة الأمريكية، ربما هو بجانب التحالف وجانب الشرعية بعكس ما كانت الفترة الماضية إدارة أوباما التي كانت تتماهى مع الميليشيا ومع يعني حليف الميليشيا وهي إيران؟
لا هي أوباما كانت طبيعة إدارة أوباما مختلفة عن طبيعة إدارة ترامب. إدارة ترامب أكثر اندفاع، وهي في جميع الحالات السعودية حليفهم، يعني هي ليست مسألة بالنسبة لهم الشرعية قد ما هي مسألة موقفهم من السعودية ومن إيران. ترامب ممكن بالنسبة له هي سهلة، يعني خط مواجهة سهل ضد إيران في اليمن، فممكن أنها يعني يميل أنه يحقق مكسب في اليمن، لأنه في سوريا هو يعني بينسق مع روسيا، وروسيا قريبة من إيران ولديهم مصالح كبيرة في سوريا الروس، فبالتالي هو بيحاول يمكن يوازن العملية من خلال اليمن. لكن هي طبيعة إدارة أوباما تدخلاتها بسيطة في المنطقة، وكان أوباما ميال إلى الانسحاب من التدخل في المنطقة وفي الشأن الخارجي عموما. بينما ترامب أكثر إيمان بفكرة أنه أمريكا هي شرط العالم، فهذا بيجعلها أكثر اندفاع في التدخل. لكن بجميع الحالات هم حلف، السعودية حليف أساسي بالنسبة لأمريكا. أستاذ ميساء، اسمح لي أن نشارك معنا في الحديث من مسقط الأكاديمية العمانية الدكتور عبد الله الغيلاني. مساء الخير دكتور. مساء الخيرات أخي كريم، حياكم الله. مرحبا بك دكتور. تأكيد أمريكي جديد داعم للحل السياسي في اليمن، لكن هذه المرة أيضا في تأكيد آخر بأن الحل يجب أن لا يكافئ إيران وممثليها في اليمن. كيف تقرأ أنت هذا التصريح من الإدارة الأمريكية الجديدة؟ نعم، ابتداء يعني ما ينبغي أن نراهن كثيرا على مجرد تصريح دون ما في صادر عن السفير الأمريكي. فالحسابات الأمريكية في المنطقة عموما وفيما يتعلق بالأزمة اليمنية تحديدا حسابات معقدة جدا، ويعني لا يجر بنا أن نحكم على النوايا الأمريكية وعلى التطلعات والتصور الأمريكي لل يعني المقاربات الأمريكية في المنطقة. ما ينبغي أن نعول فقط على تصريح من هنا أو تصريح من هنا. يبدو لي أن الموقف الأمريكي من الأزمة اليمنية منذ بدايتها يعني كان موقفا فيه قدر كبير من الغموض، ولكنه في الواقع ايضا فيه قدر كبير من يعني الثبات. هو غامض ولكنه ثابت في الان نفسه. بمعنى نعم، الولايات المتحده اعترافها بالشرعيه في اليمن، دعمها للشرعيه، دعمها حتى للتحالف العربي، هذا امر معروف منذ عهد الرئيس اوباما، ولكن يبدو واضحا ان الولايات المتحده لا تريد الحاق هزيمه منكره بالحوثيين. ولا استبعد، هناك مؤشرات على ما اقول، لا استبعد ان هناك ضغوط امريكيه على التحالف بحيث انه لا ينجز او لا يمضي قدما في الحل العسكري. لذلك نحن نرى هذا التعثر في يعني الحمله العسكريه منذ ان بدات في مارس 2015 الى اليوم، يعني قرابه السنتين وسوف يعني تلج السنه الثالثه. يبدو لي أن هناك ضغوط أمريكية بحيث أن هذه الحملة العسكرية وهذا العمل العسكري لا يبلغ منتهى ويلحق هزيمة منكرة بالحوثيين، وبالتالي يعني يتحول الحوثيون إلى مجرد يعني كتلة سياسية أو قوة من القوى السياسية. الولايات المتحدة يبدو أنها لا تريد هذا. الآن إدارة الرئيس يعني ترامب، هناك جملة من الملاحظات. الملاحظة الأولى أن هذه الإدارة تسبح في بحر اللجي وتخوض معارك في غير جبهة في الداخل وفي الخارج. واحد. اثنين، هي تتحرك بنفس أيديولوجي، يعني على عكس الإدارات. إدارة أوباما تحديدا كانت تستهدي بمصالح الأمن القومي الأمريكي إلى حد كبير. الآن الإدارة الراهنة تتأثر كثيرا وقد جاءت بنفس أيديولوجي. هذا يذكرنا بعهد الرئيس بوش الإبن. الملاحظة الثالثة أن الإدارة إلى هذه اللحظة لم تبلور استراتيجية أمن قومي أو ما يعرف بـ National Security Strategy إلى الآن. فكل ما يصدر عن الإدارة أو عما يمثل هذه الإدارة من سفراء أو وزراء أو مسؤولين إنما هي خطابات أدبية تعبر عن مواقف أخلاقية ليس أكثر. وليس للولايات المتحدة في هذه اللحظة إلا أن تقول ما قاله السفير، نحن مع الحل، نحن مع الحل السياسي. الآن الجزئية بحيث أن لا نكافئ إيران، الولايات المتحدة لم تقدم يعني تصبح هذه الخطابات أو هذه التصريحات هي مجرد مواقف نظرية ما لم ترفدها استراتيجية تحولها إلى واقع عملي وإلى حقائق على الأرض. العلاقة الأمريكية الإيرانية لها حسابات كما قلت معقدة جدا،
إيران في هذه اللحظة تشهد في كثير من يعني الجبهات، الجبهة السورية، الجبهة العراقية، فيما يتعلق بعلاقتها بدول الخليج، علاقتها أيضا بالولايات المتحدة، تشهد تراجعات كثيرة. الأزمة اليمنية بالنسبة لإيران لا تأتي على رأس الأولويات. إيران في تقديري يمكن أن تقدم الأزمة اليمنية قرباناً من أجل مصالح على جبهات أخرى. نعم. إذا كانت إذا نعم دكتور. نعم دكتور. إذا يعني مثل ما ذكرت بأن إيران ربما تقدم اليمن قرباناً من أجل ما يحدث الآن في سوريا و. وجود يعني دعم لنظام الأسد حليفهم في سوريا، إذن ما الذي يجبر الميليشيا على يعني مواصلة هذه الحرب إلى النهاية وهم يعلمون مسبقا بأنها حرب خاسرة وأنهم هم من سيدفع الثمن الأكبر من استمرار هذه الحرب؟ أنا أتصور أن الحل السياسي أو قبول الحوثيين بالحل السياسي لن يحدث إلا في حالة أن يذوقوا طعما مرا للهزيمة. نعم. ما لم تحدث تحولات في نظام القوى، ما لم يتقدم التحالف على غرار ما حدث في ميناء المقهى مثلا، ويحدث تقدم على الأرض ويذوق الحوثيون وحليفهم علي عبد الله صالح طعما للهزيمة العسكرية، ما لم يحدث هذا فلن يجنحوا إلى السلم ولن يقبلوا بالتفاوض حقيقة. طبعا هم نظريا لم يرفضوا التفاوض، هم جروا او يعني قبلوا بجولات من المفاوضات في مسقط وفي الكويت وقريبا سيكون في عمان، والمبعوث الاممي لا زال يتردد، وفي الجوله الاخيره زار صنعاء. نعم. وتقابل معهم، وهذا ربما يشكل شيء من الاعتراف الضمني، ولكن رغم هذا يعني لم يظهر الحوثيون نوايا جاده في الجنوح الى الحل السياسي والحل السلمي. نعم. متى سيحدث هذا؟ سيحدث هذا اذا ذاقوا طعم المراره وطعم الـ 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 يعني الهزيمه العسكريه المنكره. نعم. الدعم الايراني لا زال مستمرا، ايران لم تتخلى عن الحوثيين الى هذه اللحظه، الدعم الايراني لا زال مستمرا، تراجع الدعم الايراني سيكون مرهون بحصول ايران على ضمانات وعلى نعم. يعني امتيازات على الجبهات الأخرى. طيب دكتور. وهذا أيضا لن يتضح إلى هذه اللحظة. نعم. نعم دكتور، اسمح لي أن أعود للأستاذة ميساء شجاع الدين. أستاذة ميساء، تأكيد الأمريكان في تصريحهم الأخير على يعني أحقية حل الأزمة في اليمن سياسيا مع عدم مكافأة إيران وحلفائها في اليمن، هل تعتقدي أن هناك ربما خارطة جديدة يتم الآن التحضير لها؟ لا أتصور، هو الحديث حتى كان بيتكلم على أنه المقترحات الأممية أنهم بيدعموها، فما أتصور شو مثل ما قلت لك، هي نفس النقاط بيدوروا حولها منذ بداية الحرب، هي نفسها، المسألة في التفاصيل أكثر وكيف يكون وضع الحوثي أثناء التفاوض. الحوثي أيضا سقف تفاوضه يرتفع عندما يكون في وضع جيد، الآن بعد هزيمة المقهى ممكن يكون وضع التفاوض ضعيف أكثر، فاحتمال يخضع يواثق على التفاوض وانه يكون. نعم. اكثر جديه. نعم. هذا سيظهر خلال الايام المقبله يعني. نعم. استاذه ميساء ايضا نعم ايضا نقطه اخرى اختم معك بها، تاكيد الدكتور عبد الله الغيلاني بان الميليشيا والانقلابيين لا يمكن ان يقبلوا باي حل الا اذا صار هناك ان يذوقوا طعم مراره الهزيمه. ما رايك انت؟ العصا والجزر، الآن احتمالية أن هو استمرار الاجتياح يستمر للحديدة واردة، وهم قد جربوا الآن القتال في السهل، وهم يدركوا أن السهل يعني وضعهم فيه ليس قوي مثل الجبل، فهم مدركين لهذا، إذا هم يريدون أن يستمروا في المغامرة لآخر لحظة. نعم. هذا شيء آخر، فهذا يعتمد على حسب وعيهم. نعم. أو على حسب رغبتهم أو قدرتهم على المغامرة. نعم. أستاذة ميساء شكرا جزيلا لك. عودة أخيرة للدكتور عبد الله الغيلاني. دكتور عبد الله، إذن بالنسبة للتحالف العربي هل تعتقد أنه يفضل المضي في الحل السياسي أم العسكري؟ نختم به، تفضل دكتور عبد الله. دكتور عبد الله الغيلاني، دكتور عبد الله الغيلاني هل تسمعني؟ اي نعم الان نعم اسمعك. نعم دكتور. نعم. كان يعني سؤال اخير فقط بالنسبه للتحالف العربي، هل تعتقد بانهم يفضلون المضي في الحل السياسي ام العسكري؟ اخي الكريم، الحل السياسي مرتبط ارتباطا وثيقا بالتطورات العسكريه. انا اتصور ان هناك جمله من الشروط ينبغي ان تحدث على الارض قبل ان نصل الى 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 حل سياسي نهائي.
اولا ينبغي اعصاب الدعم الايراني الحوثيين، وهذا لن يحدث الا اذا حصلت ايران على امتيازات وعلى مصالح وعلى ضمانات على جبهات اخرى. وفي طبيعتها العلاقه بالولايات المتحده، وان تكون هناك ضمانات لاحياء او للابقاء على شروط الاتفاق النووي مع الولايات المتحده، هذا واحد. اثنين، ان يحقق التحالف تقدما عسكريا حقيقيا على الارض. ثلاثة، أن تضغط القوى الإقليمية وعلى رأسها سلطنة عمان وهي قريبة من الطرفين أو تزعم بأنها على مسافة واحدة من الطرفين، أن تمارس هذه القوى الإقليمية كسلطنة عمان مثلا ضغطا أكبر على الحوثيين ليشعروا بأنهم في حالة انكشاف وأنهم في حالة وحدة وأنهم في حالة عزلة. ما لم تحدث هذه الشروط الثلاثة فلن يجنح الحوثيون الى السلم والى الحل السياسي بمجرد أشكرك. ان السفير الامريكي ادلى يعني تصريح هنا وهناك. الدكتور عبد الله الغيلاني الاكاديمي والباحث العماني، كنت معنا عبر الهاتف من مسقط، شكرا جزيلا لك. الشكر ايضا لمستشار وزاره الاعلام مختار الرحبي، وكذلك الشكر للكاتبه والباحثه السياسيه ميساء شجاع الدين. تقبلوا في ختام هذه الحلقه تحيا معد هذه الحلقه الزميل كمال حيدره، كما هي لكم مني، حتى الملتقى بحلقه جديده من زوايا الحدث. السلام عليكم ورحمه الله.